أكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن جائزة سموه للعمل التطوعي تأتي في كل عام لترجم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والجهود الوطنية المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والهادفة إلى تعزيز قيم التطوع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات. وأشاد سموه بحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على الارتقاء بالعمل الشبابي في مملكة البحرين وحث الشباب على تطوير قدراتهم الميدانية عن طريق صقلها بالعمل التطوعي الأمر الذي يشكل الحافز الأول لفئة الشباب على البذل والعطاء في المجال الخيري. جاء ذلك لدى إلقاء سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة كلمة في الحفل الذي حضره معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ختام النسخة 13 من جائزة سموه للعمل التطوعي والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وذلك لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي. وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي والسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حضورهم الحفل الختامي وإلى رئيس وأعضاء جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع على الجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة العمل التطوعي والإنساني العربي. كما ثمن سموه مساهمات ودعم الرعاة الداعمين للجائزة وكافة الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية من البحرين وخارجها على مساهمتهم الجليلة في صناعة هذا الحدث العربي واستمرار نجاحه. هذا وشهد الحفل تكريم 15 شخصية بارزة من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي تقديرا لإسهاماتهم البارزة والمتميزة في العمل الإنساني ودورهم الكبير في تعزيز ثقافة العمل التطوعي. جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي تأتي جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي لتبرز القيادات العربية التي تعمل في هذا المجال وتحكي قصص النجاح الملهمة لجيل الشباب. مشاركات مميزة تم استعراضها في حفل جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي أكدت على دور الشباب الفاعل في خدمة الأوطان في النسخة 13 من عمر الجائزة.
سعدان أن نعرف المركز الأول، وأشكر كذا لجنة التحكيم على الأنصاف. هدف الجمعية هو دمج الصوم جميعا. الحمد لله يعني حصلنا المركز الأول على أفضل مشروع عمل تطوعي على مستوى البحرين. هاي يعطينا حافز أن نطور من نفسنا أكثر ونبتكر أكثر، ونحاول أن نسعى ننشر ثقافة الإسعافات الأولية بجميع فئات المجتمع وعلى أكبر شريحة من المجتمع. التطوع جزء مهم من حياة الإنسان. تطوع معناته هو العطاء. جائزة بارزة على المستوى المحلي والإقليمي عززت منذ بدايتها الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية، ودعمت الجهود التي وجهت الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم. هاي الجائزة مميزة جداً لأنها بتجمع بين متطوعين في مجالات مختلفة بالعالم العربي، والله الفرق الأخرى يعني كتير أعطونا خبرات نستفيد منها كتير، وأنا جداً يعني بفتخر أكون ضمن مجموعة من هدول المتطوعين بالعالم العربي اللي بيعملوا مشاريع عن جد هي بحاجة لإلها في الوطن العربي. جائزة هو تتويج لمجهود لكل المكرمين، وهو اعتراف ليس بدواة المكرمين بقدر ما هو اعتراف للقيم والمبادئ التي تحمل هذه الجائزة من تشجيع وتعزيز وترقية العمل الخيري والإنساني والإغاثي، وبالأخص نحن في ظل التحديات الإنسانية الكبرى أصبحوا هاد الجنود الأيادي البيضاء تكريمهم هو فخر واعتزاز بهذه الجائزة. هذه الجائزة ما شاء الله هي في موسمها 13، وتعد إحدى الجوائز المميزة على مستوى الوطن العربي. والله هذه ستعطينا دافع غير عادي للانطلاق أكثر ولتشبيك علاقات أكثر ولعطاء أكثر للوطن وللمجتمعات بشكل عام. تواصل بناء بين أصحاب البصمات التطوعية من مختلف الجنسيات والأعراق والأجيال تحقق من خلال هذه الجائزة التي تم من خلالها نقل الخبرات التطوعية وتبادل الآراء والتجارب، ما عزز من روح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز التطوعية في العالم العربي بهدف الوصول إلى الأهداف الإنسانية المرجوة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.